السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في مطبخ سلسبيل. تلبية لطلب إحدى الأخوات، اليوم جبت لكم وصفة لوبان دو تورتيا أو خبز تورتيلا. هذا الخبز المقادير تاعو بسيطة جدا، وحتى الطريقة تاعو سهلة جدا. نحضروا به لي تاكوس، الوصفة المكسيكية، وكذلك لو بوريتو، وصفة مكسيكية دائما. الوصفتين في القناة، دوك نوضع لكم الروابط في أسفل الفيديو في صندوق الوصف. نمشي ونشوفه مع بعض مقادير وطريقة تحضير هذا الخبز. باش نحضروا هذا خبز التورتيلا اللي نعملوا به لي تاكوس، نحتاجوا هنا في هذه الأدوات، نحتاجوا المقلاة طبعا، هنا ونطيفال، نحتاجوا هنا الوراق اللي مرفت، هذا جرارة، ونحتاجوا لهذا البول. أنا رفت هذا البول باش نعمل على حسابه الخبز، على حساب المقلاة، كل وحدة تلفت على حساب المقلاة اللي عندها. شوفوا، نحتاجو طبعا لو فيلم اليمونتيغ باش نلفو العجينة. هذه هي بالنسبة للأدوات. أما فيما يخص الوصفة، نحتاجو 500 غرام تاع الفرينة، راني مغربلتها. نحتاجو كاس تاع الشاي هذا العادي تاع 100 مليلتر، نحتاجوها زيت. هنا حليب دافئ، هنا الكمية غير محددة. طبعا الملح ما تملحوش بزاف، أنا عملت هنا نص ملعقة صغيرة. نبداو نضيفو هنا للفرينة، نضيفو لها الملح، نخلطو داك الملح مع الفرينة. الوصفة سهلة جدا، ما تكلفش. هنا اللي يحب يستبدل الحليب بالماء يستبدل الحليب بالماء، لأن الحليب ولا الماء يكون شوية دافي. دفيوه شوية طبعا. هنا نبسو الفرينة بهذا الزيت جيدا، نحاولو قاع نلبسوها في الفرينة الزيت. هذه من الوصفات السهله، وانا بعدا نحب نحضرها في البيت من احسن. ما راه متواجده بصح الثمن تاعها غالي، تولي على الفرينه كي لبسوها للزيت تولي هكذا. هنا تقدروا تمشيو حتى 120 مليلتر الكوب، زيدوا عليه شويه تاع الشاي، لان بعض الانواع من الدقيق تشرب بزاف باش يجيكم الخبز المطورتيلا يجيكم مليح. شوفوا هكذا، الان نبدا نصمغ فيها بالحليب. نضيف الحليب تدريجيا، هنا الحليب يكون دافي، نمشيو معاها غير بشويه بشويه، ونلمو العجين ماشي نعجنوه، نجمعوه فقط. نجمع هذا، نضيفو ونجمعو. العجينه تجي على هذا الشكل كما راكم تشوفوا، هكذا تجي العجينه. نطويو غير هذا لو بول، نسلك يديا من العجين، نلفو العجينة في بلاستيك اليمونتيغ ونخليوها تريح غير قليلا ماشي بزاف، غير باش تساعدنا في البسط وتجينا ملساء. هذا علاش العجينة تركتها ارتاحت، الآن باش نبداو نبسطو فيها. قبل ما نبدا في بسط العجينة، نمشي نعمل المقلاة تسخن. نرفد الكرة الأولى تاع العجين، ونعمل لو بلون دو طرافاي بالفرينة، ونبدا نبسط في العجينة. الشك شوفوا راه كي تعملوا هكذا صبعانكم شوفوا يبانو هكذا السمك تاعها. تمشاو معاها غير بشويه حتى تولي بهاد السمك. نحطوا هاد البول باش تجينا الحبه كيف اختها، ونقصوا هنا بقطيعه خدمي ولا اللي يكون عندكم. انا هنا نعمل جراره، قصوا باش تجيونا الحبات متساويين. هذا هو الاخر اللي نحصلوا عليه. هنا ما تخليوش فيها كاع الدقيق، خليوها ملساء. المقلاه راها سخونه، نحطوها دروك في المقلاه ونخليوها تطيب على نار متوسطه. نسقدوا لها الشكل تاعها غايه في المقلاه، وحوالي 30 ثانيه نقلبوها. نقعدو ندورو فيها بهذا الشكل ونقلبوها من حين لآخر. نبقاو غير نقلبو فيها هكذا وندورو حتى تاخد اللون. شوفو بدات تاخد اللون، هكذا نقعدو ندورو فيها. منخليوش هادوك البواقي يتشكلو،
كيشوفوا الانتفاخات بصح درك كي تاخذ اللون ما تخافوش منها. درك نخليوها تحمر عاود على الجهه الاخرى كيما حمرت على هذه الجهه. بعد ما تاخذ هذا اللون هكذا من الجهتين كما راكم تشاهدوا نحيوها ونحطوها هكذا في منديل ونغطيوها باش تقعد يقعد ما يبش. هذا هو خبز طورتيه بعد ما كملناه. من الاحسن ملاحظه من الاحسن تعملوه في كيس بلاستيكي باش ما يبسلكمش. انا كنت وريت في الفيديو كيف اللي كنت نطيب فيه في منديل، بصح من الاحسن تحيوه هكذا في كيس بلاستيكي شو يقعد طري ويقعد ما ملي يباع في كيس بلاستيكي يعملوا في الكيس بلاستيكي باش يقعد مليح. هاو دا ينطوى فاسيلمون، نشكلوه كيما نحبوا، نعملوا به لي تاكوس. طبعا هكذا لي تاكوس راني عندي وصفتين في القناه اللي تلبية اللي رغبت الأخت اللي كانت طلبت مني الخبز الطورتية اللي كهراني عملته. هذا هو الوصفة والوصفة ناجحة. هذه هي بالنسبة لوصفة اليوم. نتمنى الأخت اللي كانت طلبتها مني تشوفها وتجربها، ولا جربتها ماذا بها تخلي لي التعليقات كيفاش خرجت لها. وكذلك بالمناسبة الأخوات اللي راهم يراسلوني ويقولوا لي رحنا نجربوا الوصفات وراهم ينجحوا ورحنا نصوروا، يحطوا الوصفات في المجموعة تاعي البنات الشاطرات. في الاخير الى عجبتكم الوصفه عملولها لايك، كذلك بارطاجوها في المواقع الاجتماعيه، واللي اول مره تدخل القناه تاعي تشترك وتفعل الجرس حتى يصلها جديد قناتي. نشكركم على المتابعه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.